السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشرح لكم أو راح أعلمكم طريقة تحفظون بها جدول التسعة، طريقة كل سهلة بحيث الصف الأول ابتدائي راح يقدر يحفظها. الطريقة هي تكتب جدول التسعة متعودين عليه، وهو 1 × 9، 2 × 9، 3 × 9، 4 × 9، 5 × 9، 7 × 9، 8 × 9، 9 × 9، 10 × 9. تسوي يساوي 10. كل السهل راح يعني إذا تجيكم بسؤال بجدول ضروري بالخصوص التسعة راح تجاوبون طبعا فول. تكتب أول شيء 1 × 9، 9، أو هاي كتبتها بالإنجليزي، العفو، هاي 9، وعشرة في 9، 90. هسه الطريقة شنية؟ تبدأ من أنا حد الاثنين، هيج 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. ترجع شنو تكتب من 1 لـ 8 اللي جوا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. وهذا يعني طلع لك الجدول كامل مكمل. هسه راح اكتب لكم بالحاسبة واطلع لكم هاي ونشوفها صح لو غلط. طبعا احنا كنا نعرف 1 × 9 9، والعشرة في 9 90. مثلا هسه اذا اريد يعني جرب وشوف طريقتنا صح لو غلط، مثلا نكتب اي رقم، مثلا 4 × 9، 4 × 9، 4 × 9 يساوي 36. نشوف الجدول 4 × 9 36. نشوف مثال ثاني، 6 × 9، شوف 6 × 9 جد يساوي 54. يعني شنو؟ يعني حنا مضبوط 100%. هاي طريقة الجدول التسعة. راح أسوي لكم طرق ثانية بالجداول الباقي، جدول من 1 لـ 5 سهلات طبعا، أسوي لكم من 6 فما فوق. إلى هنا انتهى الفيديو. لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات. أنا أشوف باليوتيوب يعني أكثر المشاهدين العفو هم الغير مشتركين، فاللي يشاهد خليه يشترك، أنت ما خسران شي، اشترك وراح تستفاد من القناة.